ينضم معنا من الكويت المحامي سعود السبيعي. أهلا بك أستاذ سعود. أبدأ معك أستاذ سعود، يعني كيف تقيمون هذا الملف في المجمل بعد القبض على 13؟ تفضل. في الواقع كان هذا ملف ساخن في الأيام اللي فاتت، خصوصا بعد ما صدر الحكم بالإدانة، وعقب الحكم بالإدانة اختفاءهم وتواريهم على الأنظار، فانشغل الشارع الكويتي السياسي في مصير هؤلاء الإرهابيين. ولكن ما يعني لم تمضي شهر على هروبهم إلا وقام رجال الأمن بضبطهم. أمس كان ضبطوا 12 شخص، ولم تمضي 24 ساعة إلا ضبطوا 13 اليوم. والحقيقة رب ضارة النافعة، يعني هروبهم الحقيقة يعني خدم القضية أكثر، لأنه أثناء تحري رجال المباحث وتعقبهم للمتهمين عثروا على متهمين آخرين، يعني إرهابيين آخرين لم يكن في الحسبان، فأيضا سجلت عليهم قضية والآن يحاكمون في المحاكم. نعم، يعتبر هذا عمل استباقي كبير للأمن الكويتي، لكن كيف كان تعامل أيضا يعني الداخلية في إلقاء القبض على هذه الخلية باستثناء هنا أستاذ سعود المتبقي وهو شخص واحد؟ الحقيقة الداخلية يعني أبلوا بلاء حسنة وبذلوا مجهودات كبيرة يعني، واتبعوا الإجراءات القانونية المناسبة. يعني هناك من كان يروج أن الداخلية تشن حملات عشوائية وتقتحم البيوت بلا استئذان وبلا إذن من النيابة العامة، وهذا أمر عالي عن الصحة، خصوصا وأن القانون الجنائي يؤكد أنه أي شخص متهم بقضية جنائية وصادر عليه حكم نهائي يجوز حتى للأشخاص المدنيين القبض عليه واقتحام أي مكان يتواجد فيه. فالحقيقة بذلوا جهود جبارة رجال الداخلية واستطاعوا في فترة وجيزة القبض على هؤلاء الإرهابيين. والحقيقة القصة يعني اليوم تتكلم عن قضية وطنية، تتكلم عن خيانة وطن، يعني كل أمر ممكن التعاطف فيه إلا خيانة الوطن. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني شعور الإنسان يحمل ذرة واحدة من العاطفة تجاه من خان وطنه، خصوصا إحنا في إقليم ملتهب، إقليم صحيح يحاول كل بعض الخبثاء من المحيطين في هذا الإقليم بمحاولة يعني. سوف أتي للخبثاء أستاذ سعود، ولكن لدي سؤال، يعني هل تتوقع أو هل لدى السلطات علم بمكان الميدان 14؟ هل تتوقع؟ لا، إلى هذه اللحظة لا. لو كانوا عندهم علم قبضوا عليه، يعني ما تأخروا، لكن أعتقد أنه ما زالت التحريات متواصلة، وأعتقد اللي استطاعوا القبض على 13 واحد معزنين يقبضون على 14. نعم، أنت تحدثت عن الخبثاء أستاذ سعود، يعني كيف ستتعامل الكويت مع موقف السفارة الإيرانية في الكويت التي تورطت في عملية تهريبهم؟ الحقيقة هم لم يهربوا، هم وجدوا في الكويت، لكن هم السفارة متورطة في الخلية الإرهابية، يعني بالمساعدة والدعم، وهذا صادر فيها حكم، يعني هذا الحكم النهائي أشار إلى تورط السفارة الإيرانية وتورط حزب الله في إنشاء هذه الخلايا الإرهابية في الكويت. يا أخي، احنا مبتلين بجار مهما عملنا معاه ومهما تعاملنا معاه بالطيب ومهما تعاملنا معاه بمنتهى الدبلوماسية، إلا أنه لا نأمن بوائقه ولا نأمن شره. يعني ما في كثر التعامل الحصيف والتعامل الجميل بين الكويت وبين إيران، وكل فترة نقول على وعسى أن الله يهدي هذا الجار، لكن للأسف الشديد كل مرة كل سنة عن سنة يزداد لؤما ويزداد خبثا ويزداد إرهابا. اليوم هذا، أنت اليوم هذا رأس الجبل، اليوم هذه خلية الله يعلم عشرات الخلايا موجودة في الكويت، موجودة في السعودية، موجودة في الإمارات، موجودة في هذا الخليج. يعني احنا اليوم في دول الخليج لا نطمع، لا احنا دول عندها أطماع توسعية، لا عندنا أطماع اقتصادية، يعني احنا اللي عندنا خير ومكفينا، لا جغرافيا ولا اقتصاديا. يعني احنا ما نبي من المجتمع الخارجي شيء، احنا قاعدين نعطي ونساعد كل إنسان على هذه البسيطة، يعني أشركنا الدول العالم كلها في الخيرات اللي عندنا، لا نريد من أحد شيء، يعني ونتعامل بحسن نية مع الآخرين. بس بعض الخبثاء وعلى رأسهم إيران لا يمكن، يعني عندها إيديولوجية معينة، يعني عندها منهجية أنه هذا النظام الإيراني لن يستمر إلا بمحاولة
ازعاج الاخرين وتصدير الثوره للاخر، لان تصدير الثوره للاخر يعزز مكانه النظام في الداخل الايراني، وهكذا يعتقد يعني. نعم. لكن عذرا على المقاطعه، ليس لدي وقت استاذ سعود. كان معنا سعود السبيعي المحامي والصحفي من الكويت، شكرا جزيلا لك استاذ سعود.